معين لمدة 4 سنين ولا تجديد نصف من خلال لجنة انتخابية أتوا بها على هواهم. تقدمت لجميع المسؤولين منذ 3 سنوات ولا حل لهذه المشكلة. الوزراء تروح وتيجي وكل واحد يحول الورق وما فيش متابعة. عملنا استغاثات، عملنا نداءات لكل المسؤولين، جوابات للمسؤولين لكل الوزراء ولا حل لهذه المشكلة. سوف لابد وأن نعلن تبعا للقانون عن الانتخابات في نوفمبر، ولكن النتيجة إذا لم يعد القانون فالنتيجة معروفة. سلام. كيف نحارب الإرهاب ونحن أو مسؤولين على هذا الوضع السيء؟ لا حل لأي مشكلة، لا يمكن إطلاقا. ولكن بالنسبة للإرهاب نحن جميعا نقف صفا واحدا متراصا جنبا إلى جنب مع القيادة السياسية ومع قيادة الجيش ومع قيادات الشرطة، ونرحم على شهدائنا الأبرار جميعا في كل موطن، وندعو الله أن يوحد صفوف المصريين وأن نتخلص من هذا الإرهاب، سواء وتنفيذ منابعه، سواء الإرهاب الداخلي أو الإرهاب الذي يأتي لنا من الخارج. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علشان أشارك مع أصدقائنا وإخواننا في وقفة ضد الإرهاب، بس أنا حاسس إن الإرهاب بيحكم المنصة، يعني لم يسمى من يمارس الإرهاب باسمه، وهي دي المأساة اللي احنا عايشين عليها. أنا زملائي في الحقيقة نقابة العامة لعمال الصناعات الهندسية، والنقابة العامة لعمال الصحافة والطباعة، والنقابة العامة لعمال الكيماويات، واتحاد عمال أسوان، اتحاد عمال حلوان، اتحاد عمال اسكندرية، لما قلت لهم إن في اجتماع في اتحاد الكتاب وصاد الصور عنه بيان، في نفس واحد هم قاعدين معايا قالوا لي أسماءنا لازم تكون موجودة. وأضاف إلى هذا الأستاذ سامي شرف، في الحقيقة الراجل اتصل بي عصر اليوم وقال لي يا ريت تفتكروني وتحطوا اسمي في هذا البيان. وده بيبين كيف كان عبد الناصر يختار رجاله، هذا الرجل في السن المتقدمة اللي يبقى حريص على المشاركة في عمل عام، معناه إن كان موضع اختيار ماهر ومحترم من قيادة. الأصدقاء الأعزاء، أنا مش هكرر كتير من الإخوة اللي كرروه، إنما مواجهة الإرهاب هي عمل أن نحتاج لأن نقف صفا واحدا وأن نكون واضحين من العبش. أنا شايف أقلام الآن تغازل قوى الشر والإرهاب، المصريين بيموتوا كل يوم في سيناء وفي تفجيرات في الشوارع، ومع هذا هناك اللي يقول نتصالح ونطبق ونشوف، ودي كارثة. هذه النخب التي سلمت مصر لإخوان المسلمين يرجع تلعب تاني، ده عيب مش هنكررها. وعلى فكرة للصبر حدود، قد لا تكون السلطة قادرة، ولكن الناس في النهاية إذا فاض صبرها هتقفل كل دكاكين، لأن الشعب أصبح غير قادر على احتمال هذا الهزر. جيشنا يقاتل الآن في سيناء، في عساكر بتموت كل يوم، في شهداء بيسقطوا، ومع هذا طالع اللي يقول له أصل القانون ده فيه وفيه وفيه، أصل المادة دي في الدستور فيه وفيه وفيه. إحنا ضد الدكتاتورية، العمال مع الديمقراطية، ودعكم من أي كلام هزار بيتقال، لأن أنا أعرف يعني إيه العمال مع الديمقراطية، لأن معناها حياتهم وتقدمهم وما يحدث بيقطع أرزاقهم، وعامل السياحة اللي النهاردة بيطلع من بيته علشان يجيب قوت عياله تاكلوا شظية أو يتقفل المحل بتاعه، مستعد يتحمل إرهاب؟ محدش مستعد لهذا كله. نواجه الإرهاب، علينا أن نتوجه للتمسك بالعدالة الاجتماعية كسبيل أساسي لمكافحة الإرهاب. على فكرة في يوم من الأيام رئيس تحرير مصر بيسألني هو ليه في مظاهرات في حلوان؟ قلت له هقول لك معلومة ما تعرفهاش،
ان اغلب هؤلاء المتظاهرين يستوردون من خارج المنطقه، وفي منطقه معينه بيقف فيها وانا بشوف ستات غلابه جدا وبنات غلابه جدا ويمشوا يكتفوا ويقولوا كلام ما يعرفوهوش. ممكن يكون حد معاهم على جنب من هنا ومن هنا، انما ده راجع لانخفاض مستوى الخدمات، ولان في مشروعات وقفت وفي شركات قفلت وفي ناس بتطالب، فالتاني بيدفع في عموله. اللي بيطلع يا ابني في المظاهره اليوميه كذا، بمواجهه الفقر نقتل الارهاب، بمواجهه الفقر نقتل الارهاب، بالتوعيه يا جماعه روحوا حي فيصل شوفوا عشرات الزوايا التي تبث منها السموم في عقول الناس، شوفوا ده كله، ده شيء مش سهل، ودي مهمه المثقفين ما يقعدوش في الابراج العاجيه، ينزلوا ويكلموا الناس ويشرحوا للناس حقائق الدين والحياه حتى تستنير هذه العقول وتتفهم الخطر على مستقبلها. يروحوا المحافظات المربع الذهبي، فيوم والمنيا وبني سويف والجيزه، ويشوفوا ايه اللي بيحصل في عقول الاولاد الصغيره ناشئه من صغرهم، ايه اللي بيتقال لهم، هذا الخطر الداهم على الناس. دي مهمه ليست سهله، وعلى فكره لو تركونا بدون ما فعله مرسي بنا، على فكره مرسي طلع لنا قانون علشان يخرجنا من منظمات رقابيه، نقدر نمتلك زمام امورنا ونشغل الحاجات اللي عندنا، واحنا عندنا حاجات تقدر تساهم وتساعد اتحاد العمال وتساعد اتحاد الكتاب ووزاره الثقافه وكل هذه الجهات، في امكانيات، انما علينا ان نقف صفا واحدا. ولم يعد هناك مقبولا المواقع المائعه في التعامل مع الارهاب، هناك خطر حقيقي على مصر. انا بقول هناك خطر، اللي ما يشعرش بيه يروح بيته، انما علينا ان نقف صفا واحدا. وباسم زملائي الذين فوضوني بالحديث عنهم اتوجه بالشكر لمن شارك في هذه المناسبه، واحنا مش موقعين على بالنا، احنا نبصم على اي بيان في مواجهه الارهاب ونضيف اليه افعالا تاتي بنتائج مستمره تحيا مصر وطنا للحريه والاستقرار. وعاش الشعب المصري صامدا عظيما معلما، والمجد لارواح الشهداء. شكرا. خطوات غير البيان. الخطوات عملنا ندوات ومؤتمرات بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم في كل محافظات مصر وتكاد تحت عهد وزير التعليم، واللي احنا بنعد، وطبعا النهارده الاستاذ سميتها الدكتور طلعت عمل برضه لفه حلوه يعني، بنعد لمؤتمر كبير قوي بعد العيد لدحر قوى الارهاب واللي بيهاجموا مشروعات التنميه في مصر. هنقدر نعمل مؤتمر ندعي فيه كل القوى السياسيه والتنفيذيه والشعبيه والنقابات المهنيه اللي بتمثل 12 مليون مواطن وباسرهم بتمثل اكثر من 40 مليون مواطن. هنقدر نعمل مؤتمر حاشد هندعو فيه كل المسؤولين وهنطلع منه بتوصيات تنفذ على الارض. وطبعا مش هنعتمد على القوات المسلحه لوحدها او سلطات الدوله، لابد من حركه شعبيه واسعه النطاق من اجل التصدي لهذا الخطر، لان حقيقي مصر في خطر والوطن العربي كله بالكامل في خطر. وطبعا مش هقعد اكرر الكلام، كلنا احنا عارفين ده. فيكين اللي دعاني الكلام دلوقتي نمره واحد، انا بطلب يعني مبادره جيده من خلال يومين جبنا توقعات النقابات المهنيه دي، و بقترح التوجه لكل النقابات المهنيه بهذا البيان للترقيع، واللي يرفض يرفض عشان نعرفه، لان احنا في مرحله فرز حقيقي. يعني مش هنضحك على نفسنا، المجتمع والخنادق بتتحدد، خندق الوطنيين وخندق غير الوطنيين، والمساله ما تقبلش الفصال ولا الوسطيه. ودي الحته الثانيه اللي خلتني دعتني للكلام، كلمه استاذنا الفاضل نقيب الزراعي، ودي يمكن هو نقل لكم معلومه انا حاسس بيها واخد بالي منها، ان وضع النقابات المهنيه يعني من الناحيه القانونيه
يعني هي في عجاله انا ممكن اقولها يعني. طبعا نقابه المحامين ان انا بفتخر بالانضمام ليها ايام المرحوم احمد الخواجه ونبيل الهلاله ومحمد فهيم، كانت نقابه المحامين تصدت لكل مخططات التصفيه وخاصه خلال فتره السادات، وكان عقابا لدور نقابه المحامين والحركه النقابيه ان نسلم النقابات المهنيه للاخوان المسلمين. وما زال حتى الان جزء كبير من النقابات المهنيه تئن وتعاني من سيطره الاخوان المسلمين، ودي حته ياخد باله منها قوي اتحاد النقابات المهنيه، لان دي جزء اساسي. اذا ما كنتش هقدر احرر النقابات المهنيه من القوى الفاشيه الدينيه، يعني مش هقدر احرر الوطن كله من الارهاب. وشكرا، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا. مجلس اداره اتحاد الكتاب الذي اشرف بالانتماء اليه والى حضراتكم، وادعوكم الى ان نجتمع معا في يوم الخميس القادم في فعالية سوف تكون في 27 محافظة في جميع محافظات مصر في مساء الخميس القادم بدءا من الساعة 9 تحت عنوان الثقافة في مواجهة الإرهاب. كلكم مدعوون لهذا، لأن العدو لن يفرق بين أحد منا، وأظن أن الإرهاب ينبغي أن نواجهه من خلال الثقافة، لأن وجهة نظري المتواضعة أن القضية هي قضية ثقافية في المقام الأول. لا يمكن أن نعول على الفقر، لأن الداعشيين فيهم من الأغنياء أكثر من الفقراء، ولا يمكن أن نقول إننا نحن أبرياء، لأننا لسنا بأبرياء. وما زلت أتذكر أحد أولياء أمور أحد الطلاب عندما جاءني عندما كنت عميدا لكلية الآداب، وقال لي جملة لا يمكن لي أن أنسى وقعها، عندما قال لي لقد كان ابني كل صباح عندما كان في الإعدادية والثانوية كان يأتي مصبحا علي ومقبلا على يدي، وكان يذهب إلى أمه مقبلا يديها، والآن وهو في الفرقة الثالثة في الجامعة جاء لكي يقول لي أنت كافر وأن أمي كافرة. سألني هذا الرجل الأمي، لكنه عالم بورعه وبتقواه وبقوته أيضا، سألني هذا السؤال: ماذا فعلتم بابني؟ ولماذا لم تقوموا هذا الانحراف الفكري وأنتم أساتذة الجامعة ومثقفوها؟ أعتقد أن هذا السؤال الذي سألني إياه هذا الرجل هو موجه لنا جميعا، لأننا قد تركنا شبابنا، هذا الشباب الذي رأيناه لأول مرة في تاريخ مصر يقدم شاب على حرق علم مصر، لأول مرة نرى شابا يأتي من بني سويف حاملا حقيبة متفجرات لكي يفجرها على بوابة الكرنك الأقصر. ما الذي حدا بهذا وذاك
أن يذهب إلى مدينة الأقصر حتى يقضي على أرزاق عدد كبير جدا من هذا الشباب الذي جاء والذي كان يعمل في القرى السياحية والفنادق في الأقصر وفي أسوان وفي قنا وفي الغردقة وما شابه ذلك. من هنا فإني أقول إن القضية هي قضية ثقافية، ولذلك نحن جميعا مدعوون أن نتكاتف، وكما قال الزملاء والنقباء الذين أحييهم ورؤساء الاتحادات، لا وقت لكي نختلف على صغائر الأشياء. فأعتقد أن الهم الأكبر هو دم الشهداء. شكرا لكم. بداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور علاء عبد الهادي لهذه الدعوة الكريمة وللمبادرة التي جاءت في وقت مناسب تماما له. أستاذ الدكتور والسادة الحضور، أولا أتوجه بخالص العزاء لفقيد الأمة في فقيد الأمة الشهيد المستشار هشام بركات، لشهداء الأمة كل جندي وكل ضابط سواء جيش أو شرطة ضحى بحياته فداء لهذا الوطن حتى نحيا نحن حياة آمنة مستقرة، ضحى بحياته، ومنهم من قام ببطولات في أثناء إصابته لم يستسلم بل استمر يقاوم الإرهابيين حتى استشهد، فتحية لهم ونلقاهم بإذن الله في الجنة. الإرهاب رؤيتي المتواضعة أن الإرهاب وحدنا، كنا على وشك أن نتفرق مرة أخرى بكل أسف. الإرهاب وحدنا، الإرهاب جعل منا أمة على قلب رجل واحد بقائد واحد، كلنا خلفه وكلنا حوله وكلنا جنود له في معركة ستنتصر عليها فيها مصر كما انتصرت سلفا. ومن لا يجيد قراءة التاريخ فعليه أن يراجع نفسه. مصر التي دحرت التتار والصليبيين والفرس في قديم الأزل والفينيقيين وغيرهم ستدحر الإرهاب بإذن الله. سيقف الله مع مصر كما قال في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، اهبطوا مصر إن شاء الله آمين، لم يقلها على أي وطن آخر في العالم. وهذا يكفي لنطمئن جميعا أن مصر ستكون آمنة وستظل آمنة الآن وفي مستقبل الأيام. كيفية مواجهة الإرهاب؟ لنا أن نقرأ في التاريخ الآتي. قضية التدخل الأجنبي بدأت منذ عهد إسماعيل وغيره، مندوب فرنسي ومندوب إنجليزي، أوصلنا للاحتلال في النهاية. ما يصار في هذه الأيام حول ذلك هدف أبعد مما نتخيل جميعا، فلنستيقظ ونتوقع الحذر من أي كلمة، لأن هناك كلمات كثيرة ممكن أن تقال هي قول حق يراد به باطل. دائما في أي جريمة يقال ابحث عن المستفيد، تعرف من الجانب، من المستفيد من وقوع مصر، من المستفيد من سقوط مصر سواء في الداخل أو في الخارج. حينما نبحث عن المستفيد سنعرف أن يعني سنستطيع أن نحدد من العدو الأساسي الذي علينا أن نقاومه بشيء. وكيف نقاومه؟ إني أدعو الجميع لتبني حملة قومية فيها شق ثقافي وشق ديني وشق فني وشق تعليمي. كل هذه الأفرع هي التي ستصل إلى أن نخفف العبء والوطأة على قواتنا في القوات المسلحة وأبناء الوطن في الشرطة من مواجهة الإرهاب منفردين، فالمواجهة الأمنية وحدها لا تكفي. لابد من تنقية العقول من هذه الشوائب. أشكركم مرة أخرى على إتاحة هذه الفرصة. حفظ الله مصر وتحيا مصر حرة مستقلة إلى أن يشاء الله. سلام عليكم. شكرا دكتور سمير عيش رئيس المركز الوطني للمساندة والمنظمات الأهلية.
شكرا للحضور. قطعا الارهاب اللي احنا شفناه في حياتنا فترات كثيره. انا المتصور اللي يكسر الارهاب حاجه مهمه جدا هو الامل في المستقبل. الارهاب ضعف بياخذ من ضعفنا وبيتخلل في جسم الجهاز العصبي، جهاز زي الدكتورنا العظيم الموجود عارف انه الجهاز المناعي لما يضعف في جسم الأمة يستطيع تتخلله جرثومة ومنها جرثومة الإرهاب. طب نقاومه ازاي؟ نقاومه بنقوي هذا الجهاز بالوعي زي ما قال الدكتور ثقافة، لكن كمان بالأمل بالعمل. لا يمكن اننا نقاومه بان احنا نقعد في القهاوي. يجب ان نستفيد من هذا الفتره الى دفع المجتمع كله الى العمل. يد تحمل السلاح ويد تحمل الامل والفأس. احنا شفنا ده في فتره اليأس اللي جت لنا 67، طلعناش منها الا بالامل ان نستطيع نتغلب عليه. فلازم يكون كلماتنا للوعي هي كلمات امل لقدرتنا على التغلب على هذا الوحش او هذه الجرثومه اللي بتفتك بجسم الامه. هو دي الكلمات انا المتصور انها كانت فاصله في معركتنا بتاعت بورسعيد 67 لما الدكتور نجيب اسكندر ويمكن بتوع الثقافه فاكرين اسمه ان هو الكلمه من هزيمه الى نكسه، الى يعني نكسه بمعنى ان انا هقف ادافع عنه، هقف على رجلي واتكلم واتصرف. هو ده الكلمات اللي يجب ان تكون في مدافع او في مقاومه او في تصدي للارهاب. شكرا. شكرا. شكرا للدكتور سمير دكتور عمرو حلمي وزير الصحه الاسبق وعضو مقابل الاطباء. فليا اثنين زملاء برضو صف استاذ جراحه، واحد قاهره واحد عين شمس، وكان مع يعني معروفين لدينا يعني ميولهما الدينيه كويسه طيبه يعني. ف في دعوة للمجاهدين فسافروا لأفغانستان، ولما رجع يعني احتفينا بهم احتفاء كبير جدا، وأحدهما يعني قدم لنا برزنتيشن كده بالصور ونزل عندنا منزلة كبرى. يعني اكتشفت بعد كده ان كل واحد منهما كان يتقاضى 3000 دولار في الشهر في هذه المهمة. يعني أمريكا كانت رصدة مبالغ كبيرة عشان المجاهدين. منذ هذا اليوم طبعا أنا فهمت إيه معنى التشكيلات اللي بتسمي نفسها أسماء مختلفة تحت الشعار البراق باسم الدين، وأغلبهم ما يعرفش في الدين حاجة، إحنا اللي نعرف في الدين الحقيقة، وإنهم كلهم مرتزقة مأجورون. فإحنا بنقابل العالم كله مش مصر بس، العالم كله بيقابل موجة من المرتزقة المأجورة اللي لقت الدين أحسن يافطة تقف تحتيه. كله بالفلوس، كله بالفلوس، ولو ناقشت حد فيهم في مبادئ الدين تلاقيه ما عرفش ألف بيه. دي الملحوظة اللي افتكرتها ودعيتني إن أنا أطلب الكلمة الحقيقة. فإحنا العالم كله في خطر مش مصر بس. لكن مصر برضو الحقيقة من يوم ما قررنا شق الكنال الثاني. أنا طبعًا أعلم إن الغرب لحد يومنا هذا مش موافق على إن مصر تمتلك قناة السويس. وكمان تديرها يعني ده كتير علينا. فإذا بينا بنشق قناة أخرى بأيدي مصرية بأموال مصرية ومهندسين بقى مصريين المرة دي.
ونؤكد ملكيتنا وحقنا في قناة السويس بفرعيها، وكمان بنعمل مانع مائي تاني، وبنعمل تنمية، دي بداية التنمية الحقيقة لسينا ان احنا نخش خطوة خطوة كده. فمن ساعتها انا قاعد برقب، احنا 56 أممنا ضربونا قوات المسلحة بالسلاح، دخلوا واحتلوا بورسعيد، وكانت معركة 56 لغاية ما تخلصنا منه. المرة دي هيعملوها ازاي؟ أنا أشعر منذ فترة بعد إذنكم إنه في خلق اقتصادي علينا بدأ، خاصة بعد اجتماع كامب ديفيد الحنفية بدأت تقفل، ثم الضربات اللي بنسميها إرهابية وهي إرهاب دول وليست أفراد ولا جماعات بدأت تزداد. اللي حصل يوم 1/7 بيفكرني بمشهد 67، اسمحوا لي، يعني في نص ساعة ضربوا رانويز، اتشل سلاح الطيران المصري، جيشنا بقى عريان في سينا. أنا في 73 كنت في بورسعيد، وكان لما بطاريات الصواريخ بتعطل الإصابات دي بيقول منظر 67 رجع تاني، السما للعلو. ففي حركة في نص ساعة كسروا عمود فقري للجيش المصري. النهارده أعتقد إنهم بيدوروا على كسرة الجيش المصري. الشعب شيء رخم، الجيش شيء صلب. الرخو صعب تكسره لكن صلب يتكسر. فانتبهوا، احنا امام فعلا مخطط قبل 6/8 لمحاولة كسر جيشنا المصري. ربنا يعز مصر ويحفظ جيشها حفاظا على الانسانية كلها. شكرا. حقيقة الأمر أحس أن المشكلات الكبرى التي تواجهنا هي تحتاج، قبل أن نقدم تصورات أو إجابات، تحتاج إلى صحة طرح الأسئلة. فأنا يعني في حقيقة الأمر أتوجه إليكم بأن نعيد طرح الأسئلة من جديد، لأن هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يضعنا على الطريق الصحيح لمقاومة الإرهاب. السؤال: هل نحن في مواجهة الإخوان وكجماعة أو كجماعة ذات فكر محدد أو ذات انتماءات محددة، أم أننا في مواجهة فكر معين يعني قد يتبناه إخواني أو سلفي أو حتى تنويري؟ نحن وجدنا بين التنويريين من يرفعون شعارات فإذا بهم كالإخوان أو أضل سبيل. كيف نستطيع أن نقاوم هؤلاء؟ نقاومهم بمعيار لا يكذب أبدا، هو أن كل من يرفع شعارا علينا أن نتتبعه لكي نجد مصداق ذلك في فعله. فإذا لم نجد مصداق ذلك في فعله فهو كالإخواني يحاول أن يجرنا إلى الخلف ويحاول أن يغذي الإرهاب بما يعني يتبعه من كذب وتزييف ودجل. فأعداؤنا ليس الإخوان فقط، أعداؤنا المنافقون والكذابون والمتسلقون والذين ينافقون السلطة والذين يبحثون عن المناصب والفوائد على حساب أي قيمة أخرى. هؤلاء هم أعداؤنا، هؤلاء هم الإرهاب الحقيقي مع الإخوان طبعا. إذن نحن مطالبون بأن نعيد طرح الأسئلة. هل السؤال هو أن هناك فكرة خاطئة لابد أن نواجهها بفكرة أكثر صوابا، أم أن هناك فكرا وهناك لا فكر، هناك سمع وطاعة فقط، هناك تعطيل للعقل؟ هذه المسائل مهمة جدا، وأنا أرى أن يعني نخبة من المفكرين تستطيع أن تجلس لتحدد لنا استراتيجية من خلالها نستطيع أن نتحرك لكي نعرف من هو عدونا الحقيقي لنواجهه بالأسلحة الحقيقية. أحييكم وأحيي هذه المبادرة، ولتكن بداية حقيقية لكي نمضي على طريق طويلة جداً.